مرحبا بكم، اسمي سهد لو أدرس بالسنة الرابعة بمدرسة بنيتوس الاثنين من لولس. التبذير في شهر رمضان يسكر قضية هامة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالخبز. لتفادي ذلك علينا أن نشتري كمية من الخبز تتناسب مع احتياجات. علينا أن نستخدم الخبز المتبقي في وجبات أخرى، وكذلك يمكننا أن نتبرع بالخبز الزائد للجمعية الخيرية.